بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا المروين أروري الصوبان صباح ونكسن ملو البأجوكتان الحمد لله برنا يا مبردين أرطا سليد يبيها يجا كلامير معايا سليد يدا كر صومر أي سمركان هوي وقدم بنتي سجى يا رونتا إيشوش يا جاي لبس أنا كذب عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أفرط يعني حقيقة هذه حقا إن فيرها وقرحا أيوه عبسيد أن أيكو قطنته جريتان كعاصمة الصومالية حمر إن يسيء أهاتو سؤال فربضاً إن أيكو جيداميهين سؤال هاسي ونتيجة ده النقون كرمركة وقدم بيسا دودها صوماليدو أيقبتو إن لقيو عاصمة مالكالي سيها الدبا عاصمة مالكالي أن لو جينين ومارك يسمعنيه حمر يعني هوي أود كشاجة شذا إيو وحكون نقشدة وحكون نقشدة الدولة دي ماذا أنا أسيجن حوي بروتكشن أيه سيجليان أو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحبي أشي ده عاصمة الصومالية ضد كوال جوهند ده أو دارات كوال جوهند ده أو درت كوال جوهند ده أو ديجل أو مرفلا كوال جوهند ده إنك استو أود دي سي تالكيس وكجوج هذا والله جماعة لا هذي لقى إتال بداية هاي قدام وذاك ولا جوه عند ذا شيء جوا كبرك اللوجلي عاصمة الصومالية ماركة يسمعنيه ماركة قف كصومالية وجوجو مدري ما يصير الدون كعاصمة ذا عالم ك لو سمي أي أكله درس كنا أدي سو ماركة توكتت قف كإثيوبيان كبقول إلا بعدين كمليون وعاصمة دي سمي مدري ما إنه ششعية كي هي أما كويتو سيدو كلا كينيا ماركة وجوجو نيروبي قفك كيان كا مدريما يوغاندا لك ذلك واشنطن دي سي قفك مرايكن كا قبل كستادو كي ما دو عاصمة دو عاصمة دي سي معني إن لقلي هي مدريما هيو إنجريس كلاميت نوروي لاميت سويس لاميت سويدن لاميت يعني عاصمة ده أدون كا دوني ده معني قفك عاصمة دي سي مركو يما دو ما بدريما يبا إن لقلي هي لكن مقدشو قفك صوماليقة قبيلهان وحو دريمي إن لغلي يهي هدو دارود يهي هدي درقو يهي هدي دنوداكو يهي هدي ديقل إمرفلقو يهي يعني إن مكول المدو لغن نغضو لبادو هوتيل لدكسدو معنيه ركات الله قبصدو ماركيس يعني قفل هايستو أوكلا إنو أحادو ماركا هوية تاسي ويكون نقبين سجاشن يكودي وحي كدن بيكهرنا حمر عاصمة ضدك أسميهم بي أحايد والأوغي جاي حسن عبشير أيها قدومية كان نقضي ماركيس يدارود يهوي يدر يدقل يأبرف قف والبا معني قفك ماركيس قبان كرشق هذا قولها الديقان كأقول ريي حمر نندقل يمرف لها مدحوها قدومك قبل كيقول ريي مهما قال هذا مقدشو أما قبل كبنادر حاج عمر شيقو ويل يعني أيوة ها ويل كيسي على عمر شيجو أو طنيقة أو دجل أو مرفلا والله جرنايا تاريخ والله هيا سوردنا والله هيا ما دام مركه ويا سداس يكون رقمين صومالينا أي قرشي سي مركان إن عاصمة الصومالية بالضاد للجليو ماشى إن قان كتو هدي للضانة هالنقطه ماركه يسلاس عانات أما ماركه يسمعنيه علبدو يبدن يلاس قري هدي للربا هالنقطه سوى خرون ماشى يكون بده يهين إيجاري وع أما بجروي أما بندر قاسن أما قال كعيو وما أعرف إيش معنيه دارات كيهوية أي دكان أو درتنا مرقاتي أي كتهاي أما هل جي بيدبو أما هل جي لباتن جرو أما هل جي سيدرو أما هل جي بردالي أما هل جي أفرو ما أعرف إيش بور هكبا أما هل جي جربهاري نفس الديدة معنيه ضوضة فربضان أي هرينية يعني عاصمة مر كان لا يا سيداسي كما هاد لا يسومالد أو قرا أو ضد وحيتاجن تاي إنترناشنال كوميونيتي سومالدنا معني فرنجي أيه كامر قادة تسيد عن أقدا سومالي سيد فرنجي أيوة عبسته هدي رب العزة أيوة عبسان لهيد الدنيا قرا شرف يا كرام ما نكون أولان لهين وضل كاسي هذا كأه بد مر كات أركتيد كامر ضد أي قبته بروج ده قروح ده أي لا ده هاي أيانه كده ما شادي لهين دنيا اللعجة عن كسم أيسان لهين ده الحيس كاركتيدا بدنا نبعده كوجود مر كلا جربه مر كقوم تكبري أو عاسيي أيانه نهاي أو نبعده إلهي جرن كروي أي سيدي أصحاب السبع أو كله سكستوا يا هالطبع هرت مر كيس دود داسي ميس كيسارن تاي وعبد الرحمن عبد الشكور ورسمه كقيل سينا أيه
وليهي ورهد عاصمة الصومالية ماركي سهويو شاكدا أدودان رقيسكا وحاسي للمي مادو ورطا ماركي سماشا سيكس عطاو عاصمة دي هدي مركي هويي شرعي أي لهايين معني عشورتين اللحنا ديرت عشورتين عنتا ديقل إيمير فلا عشورتين عنا دارات كعشورتين عنا هدي لهايين فرت هوية إساقة عشور عنايي إيه عشور لقمع عنين لبس يابود بوان سببين آيه ووحا مرقاتي إيه فرايا نين هوية قد شيء وحل دبان آه ليرادو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمع وهبر إجي قد شيء وعير آه وعدكين هدى عدكي سادة أدقي ستين ومر يمر عاصمة الصوماليا هوية انت مال قشطي إيه صومالي وين صومالي وين باكا قبضان daarihi loogu yimaaday burburkan USC da hawiye kaliye ma lahayn oo 189 Soomaali kala maal gashatay marka runta Ilaahay la sheego burburkan hadaan soo noqonana hadadan la joogo hawiye iyo Soomaalida kala kaga hantay badan hadii Soomaalida kala laga yimaadana hawiye iyo digil aw mirifle dhulka xamar ku yaala lahaanshiha guriyaha maantay boqolkiiba 70 digil aw mirifla dhulka iska leh guriyaha laga kireystaa oo waxa weey hawiyaha ijaar u badan hadii cashuur ay noqotana dadka maanta dadku dakaday leeyihiin oo isaaqu dakadihiisu waxay ku yaalaan berbera iyo daaroodku dakada ayuu leeyahay garacad iyo boosaaso kismaayana way ku darsadeen oo digil iyo mirifla ay ka dhaceen keenyaanka ay u soo kaxaysteen kadib markii digil iyo mirifla uu iska saxday ninkii saxdayna si ciis dib ayaa dhalay laakiin xiddada kale aan lahayn waxa weeye oo qura markaysa waa digil aw mirifla oo marka iyo baraawe kismaayana laga haysta aan ka shaqeysiinaynin waxayna dakad ka dhigteen halka loo yiqaan magaalada Muqdisho oo magaca dawladnimada hawiye shabaabkooda iyo dawladda ay cashuurta wadaagaan oo ay qaybsadaan horta cashuur dhibayaal dhibayaasha magaalada Muqdisho boqolkiiba 85 waa digil aw mirifle ganacsiga saddex baa loo qaadaa qayb kore qayb dhexe iyo qayb hoose dabaqada hoose cid ku haysata ma jirto qoomiyadda Mailand xamar maantadan aan joogno dabaqada dhexana ganacsiga cid ku haysata male Soomaaliyo dhan iyo Muqdisho digil aw mirifle dabaqada sare ayaa la iskula dhagan yahay alaabaha laga soo qaadaya China containerada ilaa Imaaraadka taasa lagu wada dhagan yahay taana waxay u badan tahay digil aw mirifle inay Soomaaliyo gabi ahaan ay la wareegaan xitaa Puntland hadda tagtid Soomaaliland hadda tagtid dabaqada hoose iyo dhexe digil aw mirifle cid ku haysata male ganacsiga marka sida awgeed horta hadii cashuur dhiibayaal la yiraadana oo macnaheedu hawiye waxa kaga badan digil aw mirifle hadii la yiraado askariga dhimanaya oo macnaheedu difaaca iyo xamar iyo hareeraheedana dahawiyaha nafsadiisa waxa kaga badan digil aw mirifle xasan sheekho hadda baadi goobaya dhowr waxa isla ah ma arkayse gaar ahaan Cali Gaafa marka laga reebo dahawiye ma arkayse digil aw mirifle kaga badan marqaatina waxa ah macnaheey caws weyn ee ciidamadii ku dhamaaday 10,000 oo askari digil iyo mirifle kaligiis meeshaas ka joogay inahaasi markaan garanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame marka wuxuu marqaati gareeyay in hawiye macnaheey cashuur aan laga cunina iyagu inay cunaan cashuurta Soomaaliyeed say u cunaan maxnay magaca dawladnimada Soomaaliyeed wixii lagu la soo toogsado in ay 180 macnay ay gasho macnay hawiye ay cunaan isaga cadeeyay wuxuu yiri $1 billion ayaa gasho yiri qandaraasyada magaalada Muqdisho ay bixiyaan qaramada midoobay UNISOM macnay ama markaysa qoliyaha loo yaqaan African Union inta qandaraas ee la dhiibay magaalada Muqdisho ayay gashaa buu yiri marka 329 xildhibaan oo qaar hawiye ay yihiin macnay oo meeshan matalaad u jooga ayaa wax naga cuna waa dood raqiis uu waxaas meel lama yimaado sidaasi awgeed annaga ayaa xoolaha Soomaalida cunna horta ma arkayse xaq hadii afka la qabto feeruu qarxa way Cabdiraxmaan wuxuu ku dooday oo uu yiri Muqdisho xaq ka maqan waa in matalaad iyo meeqaam loo sameeya oo yacni maamul loo dhisaa gudoomiye gobol oo markaysa Muqdisho ay soo dooratay waa in la helaa maayir Muqdisho ay soo dooratay waa in la helaa
معني مقام يمتلات حل دبانو وإنا يالتا قولد ديغان وإنا يالتا سلمت أه سيدة برد لهاد قولد ديغان يقول لها هاي سيدة ماركيس معني قرد قولد ديغان يقول لها هاي سيدة بورم قولد ديغان يقول لها هاي the same معني قولد ديغان حمر وإنا يالتا قولها سيد ديغانك وقدونك صوت دوراني اللي قدونك هادا ذكرياتا لغو مقعابا معني مدحوينها الصوماليا gudoonka kaliya oo magacaabi kara maantay waa kan gobolka Banaadir inta kale waa madaxweynayaal kale ay leeyihiin way isdoortaan oo waxa weeye gobol wal madaxweynaha magacaabaya wasaaradda arrimaha gudaha joogta oo maarkaysa state-ka yaani central government dawladdi dhexe markay joogtay ayuu madaxweynaha gudoomiye gobol magacaabi jiray laakiin maantadan aan joogno gudoomiye gobol yaani ma magacaabi kara ilaa kan gobolka Banaadir عبد الرحمن مركو حولي هاي واي قدومية قبل إلهي حد ماركي سمعني هالقف بالحوينة او مقعابا هيا مقالة مقدشو دود ماشاسي ام كود دود نولي اسلا قضب كاسي مركا اللحن هدان صارنا عبد الرحمن نفس الديسي شلي قدومية ها قبل كبنادر ان قلت ديگان اي صوت دورتان متلات اي يالته عاصمة دا صوماليا محمد عبد الله فرماجا صوت توري او صوت باسكريي wuxuu yiri gobolka Banaadir 13 xildhibaan ama senator hal loogu daro caasimadan ana ku dhashay waa macnay meeshii xuduntayda ay ku duugnayd wana u naxaya Soomaali oo dhan way degan tahay caasimada caasimad haw ee kaato Soomaalida oo dhan ha ka dhex muuqato yaa diiday Soomaaliyeey Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame dadka diidana oo markaysay macnahi 19kii February kab 47 ka qararay kastuumaha ku kaadiyay oo markaysay saxara si daayay oo gabdhii uu soo watay ka qararay ma yahuud baatiin albaabka naga fura qoomkaasi soo kuma jirin oo qabyaalada u habar wacanayay maanta warkiisii waxaan rabaa Cali Guudlaawe maanta warkiisii waxaan rabaa markaysay qorqor maanta warkiisii waxaan rabaa محمد حسين روبلي ما أنت وركي سواء ربا عمر فينش نكلها أو كره بي سعيد عبد الله الدني يا أحمد مدوبي يا لفتا قرين أو مامو القبلة ده صوماليات كمت كاها قبيالات صوما هاين مداسي داد كديد دانا إساق نفس دي صوما هاين وهي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي داد كلها عشورتا معني عشورتا إن اللعنا مرتدة ما أنت وكدو دايو معني إسكرني غايو نين داعة oo gobolka Banaadir matalaad laba u raadinaya oo daacadu iska dhigaaya hal qodob runbu ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud macnihi wuxuu ballan qaaday in matalaada gobolka Banaadir macnihi uu meel marin doono gobolka Banaadir gola deegan inuu yeelan doono uu isdooran doono qodobkaasi markaan dul joogno Xasan nafsadiisu ahaa Cabdiraxmaan oo adoo garab taagan farmaajo markuu soo tuuray 13 senator oo xildhibaan in gobolka Banaadir la siiyo oo Umar Finish uu garab joogo oo markaysa Mursal uu rabo buruska inuu ku dhufto la qaybsanayo oo la leeyahay sidaan aan u qaybsanno digil iyo mirifle ay leeyihiin anagu macnay shan ka yar ma qaadanayno idinkuna afar qaata hawiyo idinku inta qaata diray idinku inta daarodo inta dan wadaago inta macnay qof walba inuu iska dhex arko laguna bineeyo sida ma arkayse loogu kala badan yahay cidda markaasi diiday madaxweynaha Soomaaliyeed ee Xasan Sheekh Maxamuud buu ahaa Cabdiraxmaan oo adiguna waad garab joogtay ninkii shalay diiday oo aad garab ku siisay dawladnimada Soomaaliya in lagu burburiyo yaa ma arkayse ayaa haddana maanta waxaad ku eedeynaysaa madaxweyne Xasan oo waxaad diidan tahay matalaada gobolka Banaadir in macnay gobolka Banaadir maamul uu yeesho oo Xasan Sheekh Maxamuud haddii maantay gobolka Banaadir macnay uu isdoorto isagu golo deegaan hadduu noqdo xagee buu ka bilaabayaa tani xaqiiqad in loo noolaadaal nin raba diktatooriyad dalka Soomaaliya inuu geliyo fiiri Xasan wuxuu rabaa diktatooriyad diktatooriyad macnaheedana waxa weeye dekreto waay dekreto waay meesha kaliya dekreto uu magacaabi karana waa gobolka Banaadir iyo 20 degmo oo hadda laga dhigay marka hadii Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan oo haysiiliyeen adiga ha waa ku heshiiseen hadda idin la xumaatay macnii waa idin ku soo qaloocatay ha macnii hadii
ديكتاتورية ودلك الربا إنه كوكب صدى حسن شيخ محمود ديكتاتورية دنا معنى ذو أي تهي إن سيدي سنترال جوفرمنت مدحوينها وبيدبا قدومية قبل أمك عابي كرو بقال قدومية قبل أمك عابي كرو سيدي دي طبان قبل سيداس وكوها ميي حداد الله دهي بنادر أمانت كلية وغوفرنر أمك عابي كرو كقادي كرو ماشي كسار معنى سيدي استيدية ده كرا كرنك ديكتاتورية ده حقيقة أكو حقوق بلابايا يو بوبي كرا حسن شيخ محمود مركاسي يا معني قندراسي هذا يا ماركي سمعني العجاه لبوبي حق سيلو بوبي يا منين واحد جرى جماعة إسكا كتينا ضيني توب ما واحد جرى جماعة إسكا حلا إمي أجرى إسكا كتينا ضيني جامي وحكو حد لها نو مركز شلي أدينك ودق الدن مري عبد الرحمنو بين بعض ومضى الصوماليات وشاكتين أدينك أنا بين بعض إسوا شاكتين ما أنت مركي إذا كذبت ماضي وللي هي عاصمة دان صوماليا وإن بيد بالله را يو إن كانوا وإنه الدجاه ما قال هذا براوي فيريا يو إن كان بيد بالله مو الدجاه مس براوي مو الدجاه حسابتي سمعش عصي مريسا وهي عاصمة دان صوماليا ما جروا ولا قد دجا مس بيد بالله قد دجا هدي مركب بيد بالله قد دجا ما جروا ولا قد دجا هدي يا بعض كرتان مرك هذا معني سياسيين تا صومالي ذا كله متلاعدة أجوجا مقدشو وعلى ربينا يا صومان بقالها سوق جلاي مجا عاصمة الصومالية العقد اللي جو قاعدنا وين بليون سيدا أقير يستمر كله جربه يا هوتيل اللي جو حيران كنا